شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء؟ بعد ليلة عنيفة من الغارات الإسرائيلية اللي استهدفت مراكز لمؤسسة القرض الحسن بالضاحية والجنوب والبقاع، شهدت بيروت حركة دبلوماسية بهدف التوصل لوقف إطلاق النار. المبعوث الأمريكي أموس هوكستين زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن أبرز خلاصات هيدي الجولة أنه القرار 1701 قائم وأنه مش مطلوب تغييره، بس المطلوب البحث بإضافات للتأكد من تطبيقه. رئيس الحكومة بمقابلة مع العربية كمان أكد أنه ما في قرار غير 1701 وأنه أي إضافات عليه هي آليات لضمان تنفيذه. كمان وصل الأمين العام للجامعة العربية عبيروت وأكد أنه المطلوب تنفيذ القرار 1701 بكامله وبأسرع وقت ممكن. بملف المهجرين، انكبت الدولة ممثلة بقوى الأمن والجيش لإخلاء مبنى حمرا ستار من المهجرين يلي هو أوتيل مسكر وفاضي من سنين. صار في مواجهات عنيفة بين المهجرين ومكافحة الشغب قبل ما يتدخل مدعي عام التمييز ويأجل حل الأزمة والمشكلة، فأوصى بإعطاء المهجرين 48 ساعة لإخلاء المبنى. بالعدوان ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحي النبي نعام ببعلبك، راح ضحيتها 6 شهداء من عائلة وحدة بالإضافة ل 8 جرحى. بالهرمل استشهدت عائلة سورية من 4 أفراد. بالبقاع الغربي استشهد شخصين بغارة على يحمر. محمود شار. بالجنوب استشهد 4 أشخاص وانصاب 7 بغارة على الخرايب، وبكفر حتى استشهد شخص وتم العثور على أشلاء جاري التعرف عليها. أكدت وزارة الصحة استشهاد 4 مسعفين بغضون 24 ساعة وأعلنت حصيلة جديدة للعدوان، 2483 شهيد، 11628 جريح. عالجبهة تقدمت دبابات إسرائيلية لمحيط عيد الشعب على الحدود. بالمقابل استهدف حزب الله تل أبيب من جديد وأطلق 5 مسيرات أدت لتوقف الملاحة الجوية بمطار بنغوريون لبعض الوقت. واستكمل الحزب الرد على العدوان فقصف بالصواريخ مواقع عسكرية على الحدود وبالجولان وجبل الشيخ وبشمال إسرائيل.